زمردة تتحدث. لا نعرف من هي زمردة ولا نعرف اسمها الحقيقي، ولكن ما نعرفه هو أن زمردة شابة عربية شجاعة قررت أن تدون وأن تشارك تجربتها معنا، وتلهمنا وتعلمنا معنى الصبر والشجاعة. زمردة شابة مصابة بمرض مزمن يصيب الجهاز المناعي يدعى بالذئبة الحمراء، وهو مرض نادر جدا يحدث خللا في أداء الوظيفة الأساسية للجهاز الذي يلعب دور المدافع عن الإنسان في حال تعرضه لأي أجسام غريبة. ولكن في حالة الذئبة يحدث خللا في نظامه، فيبدأ الجهاز المناعي باستهداف ومهاجمة خلايا وأنسجة الجسم بدلا من الدفاع عنها، وبالتالي يفقد أحد أهم خواصه والتي تتمثل في التمييز بين الأجسام الغريبة المؤذية وأنسجة الجسم الطبيعية. كتبت زمردة: أكتب اليوم عن الآلام، تلك الآلام التي لا يستطيع الجميع فهمها، فمريض الذئبة يكافح طوال الوقت لكي يبدو طبيعيا قدر المستطاع. المحيطون به لا يتفهمون آلامه وكفاحه اليومي من أجل القيام بأبسط الأنشطة البدنية. أتحدث اليوم عن تلك الآلام اللعينة التي تنهش جسدي كل دقيقة بلا هوادة، لأشاطر الملايين من المرضى مثلي. تلك المخاوف القلقة حيال قدراتنا البدنية المنهكة عن تقبل المرض وأوجاعه، عن تلك الأعراض التي غيرت حياتي إلى الأبد.